الشرقية، مصانع هنا ربما أكثر من تدبير يوم احتفالي، ولكن يعتبر مصدر مشروعا اليوم أن يتمتع المغرب يقوم في اعتبار العيد يوما أو عيدا وطنيا له دلالة أعمق بكثير، لأنه يجب أن يتوج بمسار من لما فرضت الحقوق الاعتراف والإقرار في حق الشعب المغربي للاكتفاء بأن الثانية والإقرار بحقه وتمتع بحقوقه الثقافية والتنوع الثقافي. لذلك كما قلت في كلمتي، نتمنى أن تكون قامتنا بحجم إرادتنا، والإرادة اليوم يجب أن تنبثق عن قوانين فعلية يمكن أن تمنح لهذا التنوع الثقافي والتراث الهوية الأصيل حقه، وأن تمنح المغاربة حقهم في التمتع به. شكرا. منذ اليوم يستمتع المزاغية لها دلالة كبرى، خاصة ونحن نتحدث مع الإعلاميين في منطقة كراس، وتكريم لأهلها لأنهم كانوا دائما أهل الأرض التي استقبلت الناس من جميع المناطق. من قرأ منكم كتاب جميل جدا للشاعر والمفكر وزير الثقافة سابقا، كتاب جنوب الروح، سيرى كيف أن هؤلاء الناس الذين جاءوا هنا سنوات العجاف، سنوات 69، سنوات المرحلة الثانية 45، استقبلتهم هذه الأرض بالأحضان، لأنها بنظر الظروف الطبيعية، بنظر المجهول الاجتماعية والبشرية مهمة جدا. لذا نحن الآن فكرنا في أولئك الذين هاجروا إلى هنا، وفي أولئك الذين استقبلوا الهجرة إلى هنا، لنكرم الجميع في إطار احتفال وطني نريده احتفال كبير بالتعدد بالاختلاف بالاحتضان. نحن هنا بعربنا ومازيغنا بمسلمينا وبيهودينا وبنصارينا، نحن مغاربة وسنظل نحتفظ على كلمتنا التي يجب علينا أن نبررها في إطار ما نعرف عنها في المركز بتمغرابيت. شكرا. شكرا. في مدينة مكناس بمناسبة السنة الجاية